الخسارة في عالم كرة القدم واردة، حالها كحال أي رياضة أخرى، حتى لو كان الفريق يضم بين صفوف أفضل الأسماء والتاريخ يقف إلى جانبه، لكن الأمر يختلف بهزيمة برشلونة أمام ريال سوسيداد. إنريكي أجلس ميسي ونيمار على دكة بدلاء ملعب بونيتا وفضل الزج بهما في الحصة الثانية، لكن الأداء لم يتحسن وبرشلونة لم يظهر بمستوى المحمود بالمقارنة مع الموسم الماضي على أقل تقدير. منذ أن تولى لويس إنريكي تدريب النادي الكتالوني غابت الروح عن لاعبي برشلونة وغاب معها هيبتهم، وأصبح الفريق أشبه بالآلة الحديثة التي تخلو من الوقود. يقال دوما أن المدرب هو أكثر الأشخاص الذين يظلمون مع أي خسارة أو انتكاسة لفريقه، لكن في الحقيقة أن إنريكي سبب رئيسي في تراجع مردود برشلونة، فربما لم يحسن المدرب الشاب التعامل مع لاعبي في غرفة خلع الملابس ورفع معنوياتهم دون التطرق إلى الأمور الفنية على أرض الملعب. عقوبة الفيفا وحرمان برشلونة من التعاقدات قد تكون إحدى العوامل التي أثرت نفسيا على اللاعبين. أكثر ما يثير قلق جماهير بلوغرانا هو كيفية تعامل الفريق مع هذا القرار ككتلة واحدة لمدة عام كامل، فالتماسك وعدم الانقسام ضروريان في المرحلة القادمة، إلى جانب الرغبة في الفوز والخروج من النفق المظلم لحين إعادة ترتيب الأوراق من كرسي الرئاسة حتى أصغر موظف في ملعب الكامل.